بأصابع ذهبية وصبر طويل على النجاح، استطاع الفنان علي عيد ابن مدينة سلمية أن يحيي من جديد أقدم وأرقى المهن الحرفية، ليرسم بقش القمح لوحات فنية كأنها رسمت بماء الذهب. مادة بسيطة متوفرة بالطبيعة، موجودة بكل الأماكن، فنحن وقت اللي بدنا نشتغل هيك موضوع يعني كتير سهل وبسيط وغير مكلف، غير مكلف يعني، أو تكاليف بسيطة كتير. صحيح بده شغل وبده تعب وبده ذاكي، بس بالنتيجة بتحصل حالة جمالية كتير راقية وحلوة. كنا بالبداية نشتغل بس اللون الذهبي، هو اللون الذهبي لون سنبلت القمح، بيلبقله كتير اللون الأسود، فأنا كمان لحتى عملت تقنية جديدة إني دخلت ألوان تانية على اللون الذهبي للوحات، فعطت حالة كتير جمالية رائعة وتركت انطباع حلو كتير عند كل الناس اللي شافت اللوحات هاي. خلال تجولك في مرسم الفنان عيد تجد لوحات فنية نادرة جميلة شغلت بفن وإتقان بقشات قمح صفراء. أهمية لوحات هي عم تحاكي الطبيعة، أنت عم طبيعة أنه فيها كتير شغلات حلوة وفيها كتير شغلات جميلة، ليش ما بنفعلها ونستثمرها بطريقة إيجابية لنعمل حالة هيك فرح، حالة سعادة عند الناس اللي بتشوفها، عند الناس اللي ممكن تشاهدها، بس يعني هيك وغير مكلفة. القمح يعني في أحلى من القمح، إنه القمح نحن مو بس مادة غذائية، القمح إنه ممكن تحوله لحالة جمالية. علي عيد يجمع القمح فناً ويرسم سنابله لوحات فنية تلمع ذهباً في أبهى حلتها.